ابن عباد. فالمعتمد أراد أن يستضيف يوسف ابن تاشفين في المدينة ويحسن ضيافته، فأبى أن يدخل المدينة وظل خارجها وقال: نحن ما جئنا من أجل الضيافة، ولكن نحن جئنا من أجل جهاد العدو. ومكث 8 أيام يبث العيون ويشاور المعتمد والأمراء والملوك ويشاور كبار القادة في الخطط التي سيتبعها في قتاله لألفونس.